السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ النهاردة إن شاء الله هدف المحاضرة إن احنا نتعلم ازاي نحسب قيم التيارات إذا حصل عطل، ونوعه unsymmetrical fault. واحنا اتفقنا إن الأعطال الغير متماثلة unsymmetrical fault إما إن هي تكون single line to ground أو double line to ground أو line to fault. فعلى سبيل المثال لو حصل عطل single line to ground ماشي من النوع A to ground يعني الفيزيكال، تعالوا نشوف طالما حصل عطل على وجه يبقى اذا الفيزا دي تيارها بيبقى كبير جدا، تيارات الفيزتين التانيين approximately equal zero، فيبقى هو حصل العطل على مين؟ على الفيزا A، يبقى تيار الفيزا B وتيار الفيزا C بيساوي صفر. فانا هروح كده هو عند كل IA و IB وهروح حاطة صفر، بصوا كده بقى يا شباب لقينا ايه؟ اي واحد بيساوي تلت اي اي، اي اتنين بيساوي تلت اي اي، اي زيرو بيساوي تلت اي اي، يبقى التلاتة متساويين اي واحد واي اتنين واي زيرو. وهو ده السؤال اللي انا سألته لكم هنا، اثبت بالمعادلة ان التلات تيارات السيكونس الثري فيز سيكونس كارنتس هيكونوا ايه؟ متساويين. طيب لو عندي تلات تيارات متساويين ده معناها ايه؟ معناها ان النتورك بتاعتهم الثري نتوركس متوصله مع بعض سيريز، متوصله مع بعض توالي. فلو انا عندي ادي الايكويفالنت للنتورك الاولى اللي هي البوزيتيف سيكونس، ادي جهدها وادي الامبيدنس بتاعتها، وطبعا ده جهد المصدر. طيب وادي النتورك النيجاتيف، ادي النتورك الزيرو. وطالما قلنا ان في جراوند يبقى ايه؟ يبقى انا عندي زد الفولت ومضروبة في 3، ووصلناهم هما التلاتة مع بعض سيريز. تمام كده لو انا عايز اعرف التيار ماشي وليكن اي واحد، فاي واحد هيساوي الفولتج سورس اللي هو ايه مقسوم على زد واحد زائد زد اتنين زائد زد زيرو زائد التلاتة زد. تعالوا نشوف بقى لو حصل عطل والعطل دوت كان نوعه دبل لاين تو جراوند فولت. على سبيل المثال الفيزا بي والفيزا سي وصلوا مع الجراوند، ايه اللي هيحصل؟ كالاتي، عندي فستين متوصلين مع بعض في نقطة واحدة، يبقى اذا جهد الفيزا بي اللي حصل عليها العطل هيساوي جهد الفيزا سي. طب وهيساوي كام؟ هيساوي صفر. طيب تعالوا نعوض في المعادلات عن جهد الفيزا بي وسيب صفر، ادي صفر تمام، طيب بصوا كده هيبقى ايه؟ يبقى ال V positive هتساوي تلت ال VA، ال V negative هتساوي تلت ال VA، ال V zero هتساوي تلت ال VA، يبقى اذا ال V واحد بتساوي ال V اتنين بيساوي ال V zero. طبعا عارفين ليه ال VB وال VC بيساوي صفر، لان هما دول الوجهين اللي حصل عليهم العطل. طيب بما ان انا عندي 3 فولتج متساويين يبقى ده معناه ايه؟ عند تساوي الجهود معناها ان الثلاث دوائر الثلاث شبكات الثري نتوركس متوصلين مع بعض بارلل. فادي النتورك الاولى البوزيتيف سيكونس، ادي النيجاتيف سيكونس، الزيرو سيكونس. وطالما قلنا ايه؟ طالما في جراوند فولت يبقى معناها ان زد الفولت مضروبه في 3، وراحوا متوصلين مع بعض بارلل يعني الثلاث نهايات مع بعض والثلاث بدايات مع بعض تمام. ونحل الدايره سيركت سعادي بقوانين الالكتريكال سيركت، نقدر نجيب الاي واحد والاي اتنين والاي زيرو وهكذا. طيب لو العطل اللي حصل دوت كان line to line fault على سبيل المثال بي سي فولت، اتفقنا يبقى تيار الفيز اللي حصل عليها الشورت سيركت بيعلى جدا، يبقى اي بي واي سي بيكونوا كبار. طيب واللي ما حصلش عليها العطل، تيارها بيكون بيساوي زيرو، يبقى تيار الفيز A هيكون بيساوي زيرو.
طيب الفيس بي والفيس سي هما الاثنين حصل عليهم العطل، يبقى اذا عند نفس يعني هما الاثنين النقطتين بتوعهم وصلوا ببعض، يبقى اذا جهد الفيزا بي وجهد الفيزا سي متساويين، فانا هروح عند كل بي وسي متساويين وبيساووا كام يا شباب؟ متساويين انا اسفه، قصدي ان الفي بي بيساوي الفي سي، متساويين ليه؟ لان هم دولت التو فيزز اللي حصل عندهم ايه العطل وحصل عندهم في نفس الوقت. طيب بالنسبه بقى لتيار الفيزا بي وتيار الفيزا سي، تيار الفيزا بي وتيار الفيزا سي هيكون متساوي لكنه في نفس اي بي هيساوي ماينس اي سي. طيب تعالوا نشوف بقى لما اي بي يساوي ماينس اي سي ايه اللي هيحصل. تعالوا هنا هوت احنا اتفقنا ان الاي بزيرو والاي بي والاي سي متساويين مع بعض في المقدار لكنهم عكس بعض في الاتجاه، يبقى اذا مجموعهم ده بكام؟ بزيرو، يبقى اذا الاي زيرو بزيرو. ده اجابة السؤال رقم 5. طيب تعالوا نشوف اي واحد واي اتنين هيبقى ايه، هيبقى شكلهم ايه. احنا اتفقنا ان اي ايه بزيرو، اي ايه بزيرو. لما اعمل الحسبة دي هتبقى الناتج من ده، احنا متفقين ان الاي بي بيساوي نيجاتيف الاي سي، اي بي نيجاتيف الاي سي، يبقى اذا الترم ده والترم ده هيطلعوا زي بعض لكنهم في عكس الاتجاه، يبقى اذا عشان كده اي واحد واي اتنين هيبقوا بيساووا بعض لكنهم في عكس الاتجاه. طب لما نيجي نرسم النتوركس، ادي رسمناها اهو، ادي البوستيف سيكونس وادي النيجاتيف سيكونس ودي الامبيدنس بتاعه الفولت، ماشي، ووصلت الدايرتين مع بعض. وزي ما انتم شايفين اذا ده اي واحد هيبقى اتجاهه عكس اتجاه اي اتنين. طيب والزيرو سيكونس، الزيرو سيكونس طيرها بزيرو يعني الدايرة مفصولة. وشكرا يا شباب. وزي ما انتوا عارفين المحاضرة دي من المرجع بتاعنا فيها كتاب دكتور محمود جيلاني، وقاية نظم القوة الكهربائية.